بص، لما بتيجي ترسمي هنا باللاين ده اللي احنا خدناه المره اللي فاتت، بس يا دوبك انا جيت هنا رسمت، بس انا رحت رسمت ايه الشكل بتاعي، شكل السلم، واشتغلنا عليه لا اكثر يعني. هقفل ده بس كده اهو وهعمل كده. فانا رسمت لاين بالحب كده، تمام. طب ثم لو انت جيتي بصيتي هنا على الباراميترز اللي فيه، وده هيجاوب على السؤال اللي انا لسه متساله دلوقتي قبل ما اسجل، يعني حته اللي انت لما تيجي تعمل لي اكسترود بيطلع سيرفس حاجه صغيره يعني. لما هتيجي تبص هنا كده على اللاين، مش احنا خدنا اول حاجه الاشكال ال 2D والوظائف المساعده بتاعته؟ خدناها ولا حد يرد؟ هي ايه الوظائف المساعدة بتاعته؟ ان انا استخدمه كباس، كمسار للحركه، كمسار للتكرار، امر خدناها. سويب، وبعد كده خدنا ريلينج في الاخر، ثم جينا لما انتوا الدنيا تقلت عليكم وخدنا بس الشكلين وعملنا اكسترود وليس فقط. خدناها. طيب تمام. فانا هنا اهي لما اجي هرسم لاين، ايه هي الاوبشنز اللي هي الموجوده؟ اول حاجه بيقول لي هنا نيم اند كالر. يعني ايه نيم اند كالر؟ اسم الاوبجكت لونه، ودي قديمه خلاص الموضوع انتهى، اللي هي موضوع اللي هي حته ان انت تروح تميز الاوبجكت بتاعك باسم ولون، عشان حتى ما يطلعش ايه لما تحب تيجي تعمله سيلكت يبقى طالع باسم او لون اقدر اميزه بيه. في عندك حاجه اسمها ريندرنج، مش عارف حد شايفها ولا لا. يعني ايه ريندرنج؟ اظهار، معالجه، اطلع صوره، كلها بتقع تحت مسميات اللي هي البروسيسنج او معالجه اللي هي ايه الشوت بتاعك بعد ما تحط لايت والشادو والافكتس وتحط الماتيريال وتحط الريفلكشن. البروسيسنج دي كلها، عمليه البروسيسنج دي كلها هي عمليه الرندر. طيب هنا بيقول لك الثيكنس بتاع اللاين اللي قدامك ده اتنين وشويه، انا هروح اخليه 10 وقولوا لي كده ايه اللي حصل. بس حد يرد عليا؟ فيش حاجة حصلت. ليه؟ تعالي خلي ده 20 اهو، تعالي كده ظهر اهو. لا ولا حاجة، ولا مش حاسة بفرق. معقوله؟ ده كده كل الناس؟ هي فين الناس؟ فين يا سلمى ياسمين؟ فين في لاين ويت، في لاين ويت ديسبلاي او حاجة. الله يا. طب تعالي نخليه مثلا 40 اهو، بالتالي كده ظهر اكتر اهو زي ما هو. لا لا زي ما هو. ليه بقى؟ لان انت لازم عشان يظهر قدامك تقول له هنا انيبل في بورت، ولو عايزاه يظهر في الريندر تقول له هنا انيبل ريندر، خلاص. ولو عايزاه هنا راديال ماشي، عايزاه ريكتانجلر ماشي، زي ما تحب. ايه ده يا طه؟ ده هو ده يا طه 2 دي ولا 3 دي؟ هو كده 3 هو هو ظاهر قدامك 3 دي، لكن هو في واقع الامر 2 دي، تمام. هو انت سؤال بس، يعني انا مش فاهم حاجه. يعني انت ظاهر قدام شكلا عينك كده ان هو 3 دي، لكن تيجي تقول لي والله انا عايز اروح اطرح من الشباك، مش هيرضى طبعا ان هو ده 2 دي، ده لاين جاست لاين. طب انا اعمل ايه؟ هو انا بنعمل ده كده ليه؟ عشان انت عندك اي شغل في 4 جي او شغل حديد او شغل زخارف، انت ممكن تعملها بنفس الطريقه دي كده، بحيث ان احنا التارجت بتاعنا اتفقنا لما باجي ادوس على رقم 7 عدد البرتشيز بتاعتي كام يا جماعه؟ زيرو. زيرو. يبقى اني استفاد احسن ارسم كده، ولا ارسم وولز، ولا ارسم بوكسز، ولا ارسم لاين واديله اوفست واديله اكسترود، اني اسهل. يبقى في الحاجات اللي هي فيها تكرارات او اللي هي فيها حاجه مكرره، يبقى انا بحاول استغل نقطه ايه الكونسبت القديم بتاعنا اللي هو ما حدش يزود سيجمنتس الا وقت الاحتياج. هي دي نفسها. بس ايه اللي احتجت خلاص؟ يعني زي حليت في عينيك مثلا يا جمعه وعايز تروح تطرح فيه، هتروح انت جاي هنا كده يا طه رايت كليك، وهاجي اقول له لو سمحت حوله لي ايه؟ فيرتكس بول. زادت فيرتكس بسيطه بس خلاص، هو فعليا الوقت بقى 3 دي. يعني حضرتك لو حبيت تطرح منه اهو، خد بالك، خلي بالك انت مش مضطر تعمل كونفرت تو الا لما اكون محتاج فقط. همسك اصل الكتله اهي، واجي هنا كومباوند، واجي هنا بروبوليان اهي، واجي اقول له هنا ستارت، واروح واخد دي كده. شكرا. طرح تمام. نرجع وهو تاني بقى. 2 دي ما بينفعش يطرح او يتعمل فيه حاجه؟ لا ما ينفعش، لان هو 2 دي، ازاي هتطرحي حاجه 2 دي 3 دي من 2 دي؟ فبقول لك ان احتجتيها خلاص متاحه، ما هياش هتبقى اجبارا عندك ان انت تفضلي تخليها 3 دي. دي اول جزئيه، وجزئيه مهمه اللي هي موضوع الريندرنج. في جزئيه ثانيه في منتهى الاهميه، هو الشكل يا جماعه لما كان في 3 دي ما بيبقاش سموث، كنت بعمل ايه؟ ثلاث. لا كنت بزود سيجمنتس. سيجمنتس. هنا انا ما عنديش سيجمنتس، لكن انا هنا عندي حاجه اسمها ستيبس. مش احنا لما دخلنا بلان كاد المره اللي فاتت، طيب كنت بعمل ايه؟ القايمه اللي هي في منتهى الاهميه، فايل امبورت امبورت. فايل في عندنا حاجه اسمها كيرف ستيبس. يعني دي اللي هي ينفع اغيرها من ايه؟ هنا او من الاشكال 2 دي اللي جايبها من الكاد، هي هي بقى.
ادي الستبس. ممكن ازود واخر قيمه ليها يا طه عندي هنا اهو 100، خدت بالك؟ او لا انا مش عايز ازود 100 لانها ممكن تكون ازيد من اللازم، انا مش محتاجه. ممكن اجي اقول له هنا خليها لي ادابتد، يعني انت على حسب الكيرف اللي عندك خليها لي ثلاث. خلي بالكوا عشان دي مهم. طيب تيجي بقى النقطه ثانيه اكثر اهميه اللي هي ايه؟ سيبك بقى من اللي انا هتحرك هنا عشان حركه الماوس هتبقى سريعه، ودي مش شرح، انا عايزك تبص بس هنا على الرسم اللي هي في الطب، وهكبر التوب كده. طيب قاعده، انت عندك الوقت عدد اربع انواع من انواع النقط. يعني ايه؟ يعني دي نقطه اهي، هو النت موجود ولا انتوا معايا ولا فين؟ اه موجود. هنشوف المايك بس، يعني اي حد منكم يسيب مايك مفتوح يعني. خلاص؟ فانا هاجي هنا كده عندي اربع انواع من انواع النقط. اول نوع اللي هو نقطه كورنر بوينت عادي. تاني نوع انا ممكن اجي اخليها هنا اسموث، ايه ده؟ ده بقى كيرف. طب تالت نوع اللي هو البيزير، هو عباره عن كيرف، والكيرف ده انا اقدر اتحكم في الدراع بتاعه يمين وشمال، حد شايف؟ اخر نوع اللي هو البيزير كورنر. طب ده اللي هو بيعمل ايه يا سلمى؟ اقدر اتحكم برضك، هو كيرف وفي نقطه وفي دراع، بس الكيرف اليمين لوحده والشمال لوحده. يعني الخلاصه في الجزئيه دي ان انا عندي اربع انواع من انواع النقط. طب انت يعني انت قلت لهم لنا ليه دلوقتي؟ تعالى كده هنا اهو كده ونرجع كما كنا، فاير ريسيت، وحاجه هنا كده، واجي اقول لو سمحت روح ارسم لي هنا لاين اهو. استنى، انت هترسم يا طه بالحب ولا بالمقاسات؟ مقاسات. ناخدها بالحب الاول. هتلاقي في عندك هنا اهو نوعين، كريشن ميثود اللي هي دي، في عندك نوعين هي رماز. اول حاجه اللي هي ايه؟ initial type. initial type. initial type يعني انت لو هتروح ترسم اللاين بالمقاسات، وفي هنا الانواع اللي انت تختاريها وانت بترسمي. طب عندك تحتيها ايه؟ direct type. لو انت هترسمي بالحب زي ما كنت بكلم مع طه من شويه، حاجه اختار مثلا يا طه نوع نقطه كورنر، فهدوس نقط وهو بيوصل ما بين النقط، ماشي. لا انا عايز كيرف، تعالى كده طه اختار هنا سموز اهي. بص، حد معايا ولا فين؟ ايوه. يبقى معنى كده ان انت عندك الافاده من وجود اربع انواع من النقط هي بتفيدك وقت وانت بترسم. هترسم بالمقاسات ولا بالحب؟ بالحب. احنا هناخد بالمقاسات دلوقتي حالا، بس انت عايز تروح ترسمها كده من غير مقاسات، فانت لازم تختار نوع نقطه منها. او حتى لو انت اخطات، انت ممكن لما تيجي من موديفاي تغيرها، يعني ممكن اجي هنا على اللاين واجي فيرتكس واجي اغير نوع النقطه عادي جدا، ما فيهاش مشكله. خلاص؟ طب انا عايز اشتغل بالمقاسات بقى، هشتغل بالمقاسات ازاي؟ زي ما احنا قلنا كده يا طه من شويه، حاجة يا سلمى ادي اللاين، وحاجة اقول له لو سمحت انا هشتغل بالمقاسات، يعني يعني من انيشال تايب اختار نوع نقطة كورنر مثلا، وحاجة الكيبورد انتري. طبعا حتة ان انا اروح ارسم بلان بالطريقة دي استحالة، احسن طريقة رسم فيها اشتغل كات 2 دي ثم اشتغل بعد ما اخلصه ادخله عندي 3 دي ماكس وارفع وشك، ده الاصح على الاطلاق. لكن مفيش معنى لو حبيتي ترسمي هنا يبقى مترسمي، ما تبقاش نقطة ضعف عندك. فانا عندي هنا ادي كيبورد انتري، انا عايز ارسم يا جماعه مربع طول ضلعه 100، هعمل ايه؟ اللي بيحاول او اللي هيتناقش معايا، يلا. هو هنمشي في الاكس 100 وفي الواي 100. طب ما تيجي نبدا عند 0 0 الاول، يعني عند الاكس 0 والواي 0 ات بوينت. حاجه عند الاكس 100 والواي 0 ات بوينت. عند الاكس 100 والواي 100 ات بوينت. عند الاكس 0 والواي 100 ات بوينت. وعندي حلين، يا اما اقول له فينش خلاص انا اكتفيت بثلاث اضلاع دول، او يا اما اجي اقول له هنا كلوز فهو يقفل لي الضلع الرابع. تاني عشان اسيبكم تعملوه حاجه هنا في الكيبورد انتري عند 0 0 لسه ما عملتش حاجه، وحاجه اقول له في الانيشال تايب النقطه بتاعتي انا عايز اسموس. حد يبقى متعلم في الدراج يعني ان هو سموس برضه؟ نعم. لا دي مالهاش علاقه، دي بتموت طول ما انت شغاله بيدي بالمقاسات. كيبورد انتري يعني كيبورد انتري مع المربع ده اللي هو الانيشال تايب. الدراج تايب ده وقت ما تشتغلي بالمقاسات، قصدي بايديكي كده مانيوال. تمام. يلا مين هيعمل ايه؟ هنعمل اكس 100. لا 0 0 برضك. كله 0 0. ايوه. اكس 100. 0. اكس 100 واي 100. ات بوينت. اكس 0 واي 100 ات بوينت. ثم هنا اقول له هنا كلوز لو سمحت. وصلت؟ هي دي نقط يعني بوينت مش خطوط اصلا؟ هو بيحط لك نقط وبيوصلك ما بينهم خطوط، سواء كانت كورنر بوينت او سموث بوينت. يبقى عشان كده انا لازم وهم كلهم زيرو ادوس الاول اد بوينت عشان ابتديها يعني.
اه بس خدي بالك انك مش لازم تبتدي من عند زيرو، انا ببتدي من عند زيرو عشان دي نقطه اليو سي اس او الارجن بتاعتك 0 0 0، لكن انا ممكن ابدا من 100 عادي جدا. ماشي تمام. وصلت؟ طب معلش احنا عمرنا ما هنرسم بالطريقه اللي انت بتقول عليها. انا ما يهمنيش في القايمه دي كلها الا حاجتين، اللي هي جزئيه بتاعت انيبل ريندر وانيبل فيو بورت، والجزئيه اللي هي بتاعت انواع النقط. حاجه في منتهى الاهميه، سيبك بقى من موضوع الرسم وطبعا السموثنج او اللي هي الستبس، لكن حته ان انا ارسم بالكيبورد انتري دي صعبه شويه. حد معايا ولا؟ اه طيب. انا عايز مربعين كل واحد طوله ضلع 100، مره كورنر مره رسم، وبرنت سكرين وبعتها لي على الواتساب. طيب لحد ما احنا رسمنا اللي هي المربع ومربع طول ضلع 100 والكلام ده، كل الكلام ده سهل. نبتدي بقى بالزيتون اللي هو ايه يا طه؟ لو انت جيت رسمت من هنا يا طه لاين، لو انا حبيت اعدل عليه هعدل عليه منين؟ عادي من موديفاي، هتلاقي في عندك ايه يا طه؟ لاين. وهتلاقي من جواه ايه؟ فيرتكس اللي هي النقط، وان انا اغير انواعها لو عايز. السيجمنتس اللي هي اللي واصله ما بين النقط. وهتلاقي عندك الاس بي لاين اللي هو عباره عن الشيب كله. طب خلاص الموضوع سهل مفيش حاجه. استنى بس. لما هتيجي ترسم هنا اي شيب غير اللاين اهو، وتعالى كده هنا ريماز وتخش على موديفاي وتلاقي هدي عندك هنا ريكتانجل، الله هو فين السهم؟ فين فيرتكس؟ مفيش. يبقى كده نطلع بملحوظ، اللاين هو الاوبجكت الوحيد ال 2 دي اللي مش محتاج امر تعديل. اي اوبجكت تاني غير اللاين لازم اجي هنا من موديفاي واطلب له هنا فاطمه ايه؟ اديت اس بي لاين. عشان الاقي مين؟ الاقي الفيرتكس والسيجمنتس والاس بي لاين. حول الملحوظه دي تاني عشان خلي بالكوا لسه حتى في الجروب اللي قبليكوا نسي وعملوه. اللاين هو الاوبجكت الوحيد اللي ما بيطلبلوش اديت سبلاين. اي اوبجكت تاني تطلب له من موديفاي اديت سبلاين. اوعى تطلب لللاين اديت سبلاين. طب تمام. طب انا استفدت ايه بقى من الكلام ده؟ استفدت ان انت عرفت ان اديت سبلاين تطلب لاي اوبجكت تاني غير اللاين. ماشي شكرا. ايوه هعمل ايه؟ احنا خدنا اللي هي ان انا اروح اجيب بلان عند دام الكات صح؟ تمام. طب افرض انا عايز ارسم هنا واحد ما اعرفش كات مثلا، او عايز يرسم حاجه بسيطه هنا، هيرسمها ازاي؟ ايه الرولز بتاعت الماكس اللي هيتقبلها زي ما انت كنت بتشتغلي كده في الكاد؟ يعني ايه رولز؟ يعني اروح اعمل تريم، اروح اعمل اكستند، اروح اعمل فالت، اروح اعمل شامفر، اروح اقص، اعمل اي حاجه ازاي؟ بص اللي انا هقوله ده انا هعيده مثلا 50 60 مره خلاص لحد ما انت تقولي تمام واحنا نعمل. لو انت جيتي بصيتي هنا على شيب ادي ريكتانجل اهو، هعمل شيب الثاني الثالث الرابع. هو ده ايه ده يا طه ده؟ فرضا خلي بالكوا انت بتبص مش عايز غير ودنك وعينك معايا، وهكبر ده كده. المفروض ده كان ده بلان. يعني ايه؟ يعني انت يا طه محتاج تشيل الزوايا اللي في النص. حد شايف؟ اه. حد معايا يا جماعه؟ طب هعمل ايه بقى؟ انت قلت لنا مش انت قلت لنا الاول لازم اروح اجيب من موديفاي اديت سبلاي. طب انا همسك مين؟ اوعى تروح تمسك الكل. لا انت هتمسك اي اوبجكت اي مكان. ثم تيجي هنا من موديفاي وتقول له هنا ايه؟ تمام. بس استني اديت سبلاين دي هتطبق يا فاطمه على مين بس؟ على ده بس. طب ما احنا لازم نستاذن ان هو دولت يخشوا مع اخوهم. فانا هاجي هنا اهو كده في امر عندي هنا اسمه ايه؟ اتاتش. فانا هاجي ادوس عليه واقول له لو سمحت خد دولت مع اخواتك. تمام. ايه ده؟ هو زي اني خليته بولي لاين وكده مثلا؟ جدع برافو عليك. امر السماحيه ده هو اللي بيسمح لك تعملي اي حاجه بقى في دول. ولو مثلا جه طه قال لك لا هو انا صباعي بيوجعني هقعد ادوس كده وان كليك على كل واحده؟ لا. ارجع كده يا طه وبدل ما تيجي وانت لما تيجي تطلب اتش لاين بدل ما تقول له اتاتش هتيجي تقول له هنا تحتيها هنا ايه يا طه؟ اتاتش مالتي. اتاتش وتيجي تختارهم كلهم مره واحده. شفت؟ وروح واخد شكرا. ايوه ماشي. طب انا دلوقتي عايز اروح اشيل الزوايا. هتروح انت هتيجي تلاقي هنا رماز عندك ايه من تحت؟ ايه ده؟ ده في بوليون. الله. أوه. ده في ميرور وفي كوبي وفي تريم وفي اكستند. بس لازم نروح ندوس الاول على قد. بس خدي بالك هو زمان كان سايب لك كله مفتوح على كله، يعني تدوس على فيرتكس لا ده شغال. فالناس اتلخبطت فهم عملوا ابديتس في الفيرجنز دي، قال لك اللي يختار انا عايز اجمع واطرح يبقى انت مجبر تختار ايه؟ اسبيراين. طب ثم الله دي بوليون موارد وادي جمع وطرح وانترسكشن. فانا هاخد اي واحد منهم فقط ثم ادوس على بوليون اهي واختار جمع مثلا واجي اختار الباقي. حد شايف؟ ثم انا عايز اروح اعمل بقى الاوتلاين. الاوتلاين ده اللي هو ده
حاجه اقول له هنا لو سمحت ممكن احط هنا بالقيمه، تمام؟ من واجي عشرة اقول له نعم. احط قيمة الاوتلاين يعني. بس يعني مثلا اقول له مثلا والله ممكن بالبلس او بالماينس احط كذا اهو انت. هو ده نفع. طب استنى، طب السهم ده ايه لازمته؟ اوعى تدوس على السهم ده كليكايه واحده يقطعها وتسيبه، لان انت كليكايه دي بتديك قيمه قليله وانت مش شايفها، فيا اما تدوس وتفضل دايس وتسحب لحد ما يجي الرقم اللي انت عايزه، او اسهل عايز تيجي هنا اوتلاين بالحب كده تدوس وتتحرك. زي السكيل يعني. زي لا سكيل هتبوظ لك الاوتلاين، لكن هنا دي اوتلاين هي اوفست بالظبط. الاوفست قصدي سوري. هي ليه هتبوظ هتلاقي فيه كيرف، هتلاقي فيه عندك هنا السبيس مش متساوي في كل واحد. فتمام. طب هل ينفع اروح اعمل ثالث؟ براحتك، تعالى كده امسك الفيرتكس وهمسك البوينت واجي اقول له ايه ده؟ هي دي ايه النقطه الخضراء دي؟ ما دي عباره عن الهاندلز او الدراعات اللي بتعمل الكيرف. معلش هو انت محتاجهم هنا وكل النقط عندك كورنر؟ لا خلاص امسكهم، عالج المشاكل اللي ممكن تطلع لك وانت مش غني عنها. طالما لقيت كده بص، حتى في الحته الصغيره دي تضايقك، العصايه دي مع العصايه دي تضايقك، طب اعمل ايه؟ مش فاهم. حاجه ثواني، هنا ايه الخضره دي؟ الخضره دي هي عباره عن كيرفز، انت بتتحركي منها وحش دي شكل كيرف. طب مش دي ممكن نغير نوع النقطه نفسها اللي ما احنا هو متكلمين ما هو عليها؟ ده اللي انا هعمله بقى، هراي كليك واجي اقول له لو سمحت انا عايزهم كورنر بوينت، مش محتاج فيه كيرفز الا لو انت احتاجتي حاجه مخصوص. همسك البوينتس واجي اقول له لو سمحت اديني فيلت سواء بالقيمه او حتى بايديك كده بالحب اهي. ممكن اجي اعمل هنا تشامفر، واروح جاي اعمل هنا تشامفر كده، بس في زتونه بقى، لو لقيت الشكل ما هوش منتظم او شكله مش سموث كده، ارجعي الاصل ريكتانجل اهو، وتعالي قولي له هنا ادابت، ما تستنوش لحد الاخر، طه هصلحها في الاخر بلاش، عشان ما حدش هيصلح حاجه والناس هتنسى. حد معايا ولا فين؟ ايوه. هعمل ايه بعد كده؟ طبيعي بقى ان انا هاجي هنا كده واقول له هنا لو سمحت روح اعمل هنا اكسترود اندو، هاجي كده واجي هنا من موديفاي واقول له هنا ادي اكسترود وارفع الكتله بتاعتي. طب ثم معلش هو طه افتكر ان هو كان لازم يعمل فلت هنا كمان، معلش حتى بعد اكسترود يا طه ارجع تاني كما كنت وروح اعمل فلت زي ما انت عايز. طب تمام. هي ممكن حته الادابتف دي تاني؟ هقول لك الادابتف دي انت بتخلي لك الشكل عندك سموث وناعم. برجع للريكتانجل وباجي هنا الانتربريشن اهي العنوان ده واقول له هنا ادابت على حسب الكيرف على حسب ما خليها لك سموث. ولو مش فاهمها عيدها لك تاني من الاول. هو بس الشكل لسه مش منتظم برضه. احنا ممكن نعيدها عشان انا كنت بس بدخل من نتورك تاني. طب ما يجراش حاجه، بس هخلص دي واعيدها تاني من الاول. سي. بص بس بعد ما عملت الكلام ده انا محتاج اعمل الدروه اللي هي السطوح، حاجه هنا سيجمنت او اس بي لاين، وهاخد نسخه من اللي جوه وهاجي هنا شيفت واروح طالع بيها. بس خد بالك الاثنين ليهم يا طه ايه؟ انا هرجع تاني كده اندو وهاجي هنا همسك اللي جوه فقط، هاجي هنا اس بي لاين وهاجي ادوس هنا شيفت ولازم اطلع بيه كده. لو انت سبت الاكسترود الاثنين هيطلعوا ايه؟ لينكت سوا. طب هو ده المطلوب؟ لا. تعالى هنا اس بي لاين وامسك النسخه الثانيه وافصليها يا رماز عن اصلها. اي شكرا. يبقى كده اقدر اعمل دي لوحدها اكسترود، واقدر اعمل اللي هو السقف ده اكسترود لوحدها، الثيكنس او التخانه لوحدها. خلي بالكم انا عايز اقول حاجه، انا مش بشرح ولا دي خطوات شرح، انا بفرجكم بس وهنعيدها على حسب ما انتم عايزين العدد مرات اللي انتم حابين. حد معايا ولا فين؟ تمام. هاجي هنا كده وهاجي هاخد هنا فيرتكس واروح جاي ماسك الشكل ده كده اهو واروح حاطه، واجي هنا كده انزل قيمه الدروه او قيمه السطوح او حتى شيفت وهاخد الفواصل. حد معايا ولا فين؟ تمام. مع حضرتك. طيب يبقى ايه اللي احنا عملناه؟ طبعا لو انت جيت قلت لي ارسم هنا ولا ارسم على الكاد، لا طبعا ابصم لك بال10 وترسم على الكاد اضمن وانضف واحسن واصح وكل حاجه. لكن ايه اللي اضطريت ان انت ترسم هنا فما بيبقاش نقطه ضعف عندك، الدنيا تبقى بيس معاك والدنيا تبقى ظبط. حد معايا ولا فين؟ طيب اللي انا عملته ده كان مجرد حدوته بحت، احنا عايزين بقى نمشيها تاتا تاتا واحده واحده، وممكن اعمل نفسي ان انا مش عارف وحد يمليني عشان ايه، اللي عايز مثلا يبقى يتذكر، اللي عايز ان هو يفكر معايا وهكذا. يلا انا هرسم الشيبس اهي من عندي اهي كده اي عدد منهم.
ومش لازم ريكتانجلز، اي شيبس اي اشكال انت عايزها. وادي الاشكال اهي، وهروح اخلي بس لونهم كلهم ابيض للرؤيه بس مش اكتر. ممكن سؤال؟ قول يا فندم براحتك. هو ايه الفرق بين الريكتانجل اللي في الاس بي لاين هنا واللي في الاكستندد اس بي لاين؟ اللي في الاس بي لاين اسمه دبليو ريكتانجل، بيبقى دبل لاين، بيبقى معمول له اوفست جاهز. طب مش ده ممكن نستخدمه بحيث ما نحتاجش نعمل اللي هي ان احنا نعمل اوت لاين وكده؟ اه طبعا. يلا طب دي بتبتدي بيها من الاول وبتظبط عادي؟ اه تمام. مين هيمليني؟ هو انا من سلكت على اول واحد. خلي بالكم انا ما اعرفش ماكس. ها انا واثقه. ماشي همسك واحد ثم هي اديت سبلاين. ماشي خلي بالكم انا معلش انا هعيد المعلومه تاني، محدش يطلب لللاين اديت سبلاين. اي اوبجكت تاني غير اللاين اطلب له، اللاين لا باي ديفولت هو اصلا فيه. من ادي اديت سبلاين ثم بعد كده ننتج امر السماحيه بقى لو سمحت. طب باشمهندس انا عندي سؤال. قول يا فندم. انا وانا بعمل اسايمنت اصلا بتاع المره اللي فاتت، وانا كنت رسمه في ال2 دي برسمه بلاين وعلشان اعمل كيرف للكورنرز عملته اديت اس بي لاين وانا اصلا رسمه بلاين. ما عملش مشكله معايا يعني. ده هيعمل مشاكل سنين دلوقتي يعني. تترم ممكن ما تحصلش، ممكن لما تيجي تعملي اكسترود يطلع سيرفيس ويطلع لاين، ان ما حصلش معاكي كتله تضرب يعني، في مشكله ما هتحصل لازم هتحصل. اوكي يلا نكمل. هعمل هنا اتاتش مالتيبل اهي. بعد ما عملنا اتاتش مالتي اوكي اتاتش اهي، بعدين هنطلع نمسك واحد فيهم وندوس اديت اس بي لاين. امسك كده هو عمله اس بي لاين على السهم اللي فوق، وهنختار السهم بقى اللي جنبها لازم اخد اس بي لاين اهي، وبعدين نختار واحد وننزل تحت ندوس بوليان. بوليان طب استني، طب افرض ان بوليان دي ما اشتغلتش فرضا، وده هيحصل معاك. مش انت عندك هنا تريم؟ تريم ايوه. ايوه بس خدي بالك، ما هو تريم برضك ما هياش حلوه قوي يعني. ليه بقى؟ لان امر بوليان من نفسه بيلحم النقط، لكن امر تريم لا. ايوه هنحتاج نعمل تريم ويلدنج في الاخر. هتضطري تيجي هنا فيرتكس بعد تريم بالذات، اروح جاي ماسك كل البوينت دي كده واقول له لو سمحت روح اعمل لي ويلد، ويلد اللي هيلحم نقط. تريم اوتوماتيك بعد يا ويلد. طيب ثم بعد كده اس بي لاين ثم الاوت لاين والاوفست. ايوه ماشي ثم بعدين ناخد كوبي من اللي جوه. مش هنعمل فيلت ولا حاجه؟ ممكن يعني ممكن نعمل فيلت وتشامفر. واجي افلتهم بس الاول كلها بوينتس اللي لونها اخضر. ماشي نعملها كلها كورنر ثم امسك الفيرتكس واروح اعملها هنا فيلت اهي. فيلت وتشامفر اهي اهي. ونعمل ادابتف. هي كان المفروض نرجع للريكتانجل الاول نعمل اللي هي مش فاكر اسمها بس اللي كنا بنعملها من الادابتف. ثم وبعد كده ناخد كوبي من اللي جوه. ماشي ادي هنا سبي لاين، هاخد اللي جوه واروح شيفت واروح طالع كده اهي، وبعدين نعمل لها ديتاتش. ترود لا ديتاتش افصل. افصلها بقى ديتاتش. فين هي ديتاتش؟ تحت. فين تحت. هي اهي تحت. اوكي ثم خلاص اكسترود بقى. اكسترود اهي وارفع هتشايف. ثم بعدين ناخد دي نقلها بالفيرتكس. اوكي لا الاول اعملها اكسترود. اكسترود الاول بعدين نقلها بالفيرتكس. ثم هو ليه عملت لها اكسترود الاول؟ عشان ما ده 3 دي اهي. واجي اقفل السناب بعدين ننزلها تحت ونسيب منها فوق للدروع اهي، او شفت كمان واخد الاضواء والارضيه كمان. وصلت؟ تمام وصل يا جماعه. بس كتير قوي. في سؤال بقى، هو احنا خدنا ان احنا نعمل بسين صح؟ لا لا ايه؟ احنا خدناها بالتفصيل صح؟ لا لا. طب هو سؤال بس، هو فرق ايه البلان ده والبيت ده عن البسين؟ غير ان البسين تحت الارض والبيت ده فوق الارض. هو تقريبا ممكن نعتبر اللي فوق ده بسين اصلا. ما هي نفس. انتوا معايا ولا فين؟ في حد سامعني طيب؟ يعني اقصد انا عايزك تتفكر وانت بتشتغل، يعني ده ممكن يبقى بسين عادي بس ده طبعا ده هيبقى فوق الارض، لكن البسين كل ده تحت الارض.
المهم اعملها كده واحدة واحدة. حد يحب عيدها تاني ولا تعملوها انتوا؟ تحبوا ايه؟ أو ممكن تاني مرة تاني خلاص وعاشر كمان طبعا. اعمل هنا ريسات اهي، واجي اعمل هنا كده مجموعة اشكال اهي شيبس اهي. طب ما تاخد لنا دايرة معاك برضه اهي، دايرة راح. هعمل ايه؟ همسك الشيب واجي هنا كده موديفاي، وهاجي هنا اديت سبي لاين، واجي اعمل هنا كده اتاتش اهي، ثم هاجي اخد الاشكال اهي، ثم هاجي هنا كده هعمل تريم، ثم هاجي هنا اهو كده بوليون او تريم زي ما انت عايز، بس شاطر امسك شيب بوليون واخد الاشكال اهي، ثم هاجي هنا كده اعمل اوت لاين، ثم اروح اعملها هنا اكسترود وارفع الكتله اهي. طيب عايز اخد نسخه، هاجي هنا اس بي لاين، هاخد نسخه من دي كده، وهاجي هنا شيفت واروح طالع كده. طب عايز افصلها، هاجي هنا اس بي لاين، همسك النسخه الثانيه، ثم اروح اعملها هنا ديتاتش عشان افصل اصل الكتلتين، عشان ادي كل واحده اكسترود مختلف اهي. ثم هاجي لدي كده واروح جاي اعملها هنا اكسترود اهي، وادي هنا تكنس او مقاس، ثم هاجي هنا بالسناب واروح واخد دي كده اهي واروح مرتبها، ثم انزل بالدروة وكمان شيفت او اري عشان ادلها اللي هي الفواصل الادوار او حتى الأدوار. وصلت؟ تمام. يلا اعملوها، لو في مشكله عيدها 1000 مره. انتهى لنا وبعت لنا الفايل. لا لا انا بكلم النهارده، احنا خدنا يا جماعه ان احنا نعمل سيكشن الكورنيشا صح؟ لا ما طب لو طلع خدناه نقلب امتحان؟ هو ممكن نعمله بالطريقه اللي احنا كنا بنرسم هي كده. هي هي يعني ايه؟ يعني هاجي هنا كده باللاين، وفي الغالب كده طه اللي هياخد الامتحان، بس هاجي هنا جريد بوينتس وفيرتكس، وهاجي هاخد دي كده اهي خلاص، وابتدي اقطع السنون. طبعا كده كده المديوله اللي موجوده عندك دي انت بتبقى عارف مقاسها قد ايه صح يا طه؟ اه. طب منين؟ مش فاهم يعني، مش حضرتك بتبدا عندنا؟ اه المديولة المربعة الصغيرة دي اللي أنا برسم عليها دي، المديولة دي كام سنتي في كام سنتي؟ احنا كنا بنفتحها من قائمة نشوف هي أصلا الديفولت بتاعها قد إيه تقريبا. منين؟ اديني 3 دقايق أقلب لك في الدفتر ده وأجيبها لك. طيب من السناب رايت كليك. والله؟ طب كويس عشان ازود في الامتحان. ماشي ماشي يا ماس. طيب انا هاجي اخد الشكل ده كده، هبتدي اعمل ايه عشان اشتغله يبقى 3 دي؟ الاول اجمعه ازاي ولا اعمل ايه؟ اعمل ايه الاول؟ يعني اخش على موديفاي الاقيها فاضيه، هعمل ايه؟ من الاول المفروض نقف على واحد الاول. طب نقف على انهي واحد فيهم؟ بس الارك هتطلب ايدز فلاين. طب ما الاسهل، ما انت عندك اللاين اهو، بدل موجع صباعي واطلب ايدز فلاين. هو مش اللاين ما بينفعش فيه اصلا اديت اس بي لاين؟ اه ما انا مش هجيبه اهو، انا شغال. يعني هو ده الواحده كده؟ اه 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 مالتش وراح واخد الاوبجكت عادي جدا زي ما خدناه من شويه. شفت بقى تمام. طب ثم واحنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل ده، لا عايزين نخليها بول لاين. هروح اعمل اديت بول ويلد الاول وبعدين اديت بول. لا ليه اديت بولي؟ مالناش دعوه اديت بولي خالص، انا معمول لها. اه احنا عايزين نعملها سويب يعني؟ ولا سويب، ده انا هروح اعملها، انا كل ده بجمعها كسكشن اعملها صح كده، برسمها على الكاد، بعد ما برسم السكشن بتاعها اعملها ويلد او جوين، وباجي اقول له فيلت لو عايز اهي، اطفي السنابات بس عشان ما تضربش مني، وارجع اعمل دي كده اهي فيلت. بس ما انساش حاجه، خلي بالك السنتر بوينت بتاعها فين؟ هنا اهو، ده غلط، لازم تروح تنقل الهيراركي افكت بيفوت بالسناب وتجيبها هنا كده عشان تطابق معاك مع الحيطه والسقف. ثم تعالى بقى ناخد من الشكل ده كده، تعالى نلعب فيه شويه. ازاي؟ ده شكل 2 دي ماشي، وتعالى نخلي كلهم. هو الدنيا قطعت ولا حد يسيب المايك مفتوح؟ لا لا سامعين سامعين. فانا معايا كذا شكل. اول شكل لو انت جيت هنا كده من موديفاي وطبقت عليه اللي هو اكسترو عادي جدا بقى 3 دي وبس. كورنيشه دي ولا مش كورنيشه؟ اه هتشايفها؟ اه اه. طب الشكل التاني ده مش انت ممكن تيجي هنا كده وتقول له ليه؟
ان انا الفه حوالين نفسه كده. ولو طلع اسود كده خش على الاكس بتاعته تمام وابتدي تتحركي بيه اهي شايفه. هي دي تنفع هي الحركه دي بس هي اللي تنفع ايه؟ تنفع عدد سفره اللي هي بتبقى في السقف اللي هي تحت فوق النجفه دي الصوره بتاعت السقف وممكن اقلل السيجمنت عايزه اعد الشمدان وشيل السموز بتاعها كده هتشايف بلاش دي تعال ناخد الشيب ده عايزين نلعب فيه شويه ازاي يعني مثلا هاجي هنا اهو كده الشيب ده كده اهو التو دي وهاجي كده يا طه اللي جوه اللاين وهاجي هنا اقول له لو سمحت شيل لي الشكل اللي فوق ماشي ثم هتلاقي في عندك يا طه من تحت في امر عندك اسم ميرور صح فين هو فين ميرور تحت بولين اهو وفي كوبي كمان هتشايف الله 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 ده بس مو غلط عنده لا هو مش غلط ولا حاجه تعالي اختاري بس الاكس اللي انت ايه هتحوليها وتعملي ميرور عادي ثم اجي الاسناب ثم اجي اخد منه فيرتكس ليه يا طه عشان امسك دي كده واروح حاططها على اختها دي طب ثم حاجه هنا فيرتكس كده يا طه واروح ماسك دي كده واقول له لو سمحت روح اعملي ويلد خلي بالك انت مشكلتك في الاول وفي الاخر تبقى ويلد طب انت لما جيت عملت دي انت استفدت ايه بقى؟ ممكن بمنتهى السهوله اقول له ليس اهو ماشي لفت وغير الاكسس او المينيمم او السنتر اهي لا مش عايز ليس انا ممكن اجيب مثلا برواز اعمل برواز اللي هو بيتحط فيه الصور مثلا اهو هو مش البرواز يمشي كورنيشه برضك؟ حد يرد سويب اهي واجي اقول له هنا يوز بيك اهي واخد السكشن اهو شايف؟ الله ده ينفع اخر حاجه دي تاني كده امر سويب ينفع اعمله بر بتاع شباب او شباك بر ايوه الله طب انا مش عايز ده سيبك من دي كده خالص امسك اخر سيكشن ده وممكن اجي يا طه هنا كده امسك السيجمنت واجي فاطمه اروح جاي مطير دول واجي ليدي بس انا بكلمك كل ده تخيلات انت في ايه بتعمل ايه حاجه اقول له مثلا من جوه هتلاقي في عندك امر اسمه ميرور فين ميرور انزل كده تحت اهي او اروح اعمل اوت لاين مثلا هو انت لما هتعملها اوت لاين ايه اللي يحصل؟ لما هتيجي تعملها هنا كده اكسترود هتبقى عامله زي الكورنيشه اللي هي الفيوتك اللي هي مفرغه هتشايفها؟ يبقى هي القصه كلها ان انت بترسم وسيب خيالك بقى يشوف هيطلعها عامله ازاي. حد معايا ولا فين؟ ايوه وصلت؟ وصلت؟ ايوه طب حد يعرف يعملهم؟ يعني هاخد وقت انا هو احنا بنرسم ال 2 دي خلينا اللاينز كيرف زي كيرف كده ازاي؟ دي ارك ايه؟ ارك لا ما هم في الاول كانوا انت قصدك ملفوفه كده عملت فيلت عملت فيلت فيلت يلا ظبطوها وبعتها لي على الواتساب الله اكبر دي اعملها ازاي؟ الحديده دي؟ كان في تقريبا غير ماتيريال بس اول بايت عملناه في اللكتشر خالص اللي هي يعني عادي بنعمل بند او حاجه زي كده اللي هي كنا بنتنيها عادي بس من حته لحته احنا ممكن نرسم باث ونعمل كروس سكشن دايره وناخده بقى سويب عليه طب ما تعملي هنا كورنر ريديوس شايفه ريتانجل نفسه وحضرتك تعالي هنا وكده انيبل ريندر ودي لا تكنس ويبقى انت وفرت سيجمنت دوس على رقم 7 كده مش اسهل؟ ايوه اسهل بكتير طيب واوفر كمان ايه ده يعني ده ريكتانجل عادي بس كده؟ طب السيرت ادي كده بقى اهي بس اشيل اللي هي نيبل ريندر واجي هنا كده اروح داخل هنا على اتش كلاين واجي هنا كده اروح جاي واخد السيجمنت شايلها واجي بعد كده فيرتكس بالسناب هاخد منها فيرتكس بس انت هتاخدي هنا فيرتكس وهتحتاجي تاخدي هنا الارك عشان لما تيجي هنا من جوه اللاين وفي ترسيميه هنا وتقول له والله كريت لاين بص كده يا طه ثم ما انساش امسك كل دول كده واروح جاي اعملهم هنا ايه؟ خلاص ثم اجي هنا اس بي لاين وبعدين اعمل هنا اوت لاين اهو خلاص ثم اروح اعملها هنا اكسترود
وادي لها هنا قيمه، هنقول مثلا هنا 2000، ثم ازود سيجمنت بعدين بند، وبعد كده بند زي ما انت قلتي بالظبط. انا فنانه طبعا طول عمرك. وبعد كده اجي اقول له لو سمحت اعمل لي البند ده للسنت كذا للسنت كذا. وصلت؟ هي اخر حاجه احنا ازاي عملنا بند للكورنر بس؟ عشان تاني جيت معلش. جيت لا مش ولا اي حاجه. بص حضرتك هتلاقي ان انت اديتي له هنا ليميت الارتفاع كله هو كان من ايه 2000، فانا قلت له من 0 ل 1000، فهو راح تاني الحته دي بس فقط. اوكي خلاص دي كنبه. في ايه تاني؟ الشكل اللي هو الترابيزه دي عادي خالص، تعالي هنا اهو كده، ادي هنا اللاين، واكيد هتحتاج الارثو. وهتيجي هو احنا ليه بطلنا نستعمل الشيبس ال 3D؟ نعم فندم؟ ليه بطلنا نستعمل الشيبس ال 3D؟ مش بطلنا خلاص، احنا 2D ده اللي هو الاصح والاسهل، و3D هنحتاجه هنحتاجه. طب مثلا الترابيزه دي تبقى اسهل بكتير السلندر. طب بص كده السلندر هيكلفك كام فيرتكس؟ وبص ده كده هيبقى عامل ازاي؟ تعالي هنا كده واعملي هنا فيلت. طه انت هنا يا طه صح؟ اه يا باشمهندس. تعالى هنا كده واعملها هنا فيلت. خدنا فيلت من شويه اهي. ورا جاي عامل دي كده. طب ثم ما تنساش برضك تعمل ايه؟ لما تيجي تلاقيها مضلعه كده حضرتك تروح انت جاي على انتربليشن وستابس وتخليها ده. ماشي. مالها بقى؟ كل انت هتيجي تعمله هتيجي تقول له هنا فاطمه، تقول له هنا انيبل ريندر انيبل فيو بورت. واجي اخليها هنا ريكتانجلر اهي. واجي ادي لها هنا تكنس. اللي فاتك قد ايه بقى؟ كام فيرتكس؟ تقريبا زيرو اصلا. مش تقريبا ده هو فعلا زيرو. اه. شايف؟ حد معايا يا جماعه ولا فين؟ اه احنا مع حضرتك. هو احنا عملنا التكنس ازاي من غير ما نعمل اكسترود؟ اي انيبل ريندر او انيبل فيو بورت اهي. اللي احنا خدناها في ريندرنج في اللاين شويه. طب ايه تاني؟ هنشيل ده. اوكي تقريبا كله اتحل. اه لسه في عندك طبعا الترابيزه دي عباره عن سلندر دايره اي حاجه من دول. الكرسي ده انت ممكن تيجي بردك نفس القصه حاجه هنا كده بردك بالاستنصاح بتاعنا اللي هو ايه ما احطش عدد سيجمنتس كتير. ادي دايره واجي هنا كده واجي اقول له هنا اديت اس بي لاين. واجي هنا من جوه الاس بي لاين اقول له هنا سيجمنت وامسك النص ده كده وديليت. طب ثم اه والله ده انا عايز اطول دي شويه. خلاص بقى حته التطويل دي خلاص عرفتها اللي هي كريت اوت لاين او كريت قصدي كريت لاين. واجي هنا كده اهي واجي لدي كده بس ما انساش مين؟ ما انساش الفيرتكس واعمل صاحبنا اللي مغلبنا ايه؟ خلاص. طب ثم هرجع بقى للسيركل نفسها واقول لو سمحت خليها لي انيبل ريندر اهي وانيبل فيو بورت وادي الشكل اهو وادي الثيكنس بتاعه. كلفني قد ايه فيرتكس؟ زيرو. هو انا بس بشيل نص السيركل دي ازاي معلش؟ عملت ايه معلش قولي تاني كده؟ نص السيركل وهي لسه 2 دي بشيلها ازاي؟ مسح الفيرتكس اديت سبلاين. لا مش الفيرتكس السيجمنتس. السيجمنتس اه. اه بصي في الكورس الثاني قال لي طب هي مشطوفه من تحت مش متساويه كده. لما تيجي تحط البلان على الارض بص عامله ازاي؟ شايفها؟ ايوه. وده تقدري تنزلي بيه كده زي ما انت عايزه عشان الشفه دي تروح. طب ايه اسهل طريقه نعمل بيها الارضيه عشان هي فيها الوان كتيره كده يعني لو عايزه إيه ده بلين عادي. طب هقول انت بردك عايزه ايه تعرفي الشكل عامل ازاي من بره. هقول انت هتيجي هنا كده في التوب اهو وادي اللاين واجي هنا بالسناب واجي كده يا ياسمين اروح جاي واخد هنا فيرتكس وجريد بوينتس وامشي على الارض. طب ثم حاجه اطفي السناب اللي انا مش محتاجها واجي اخش هنا كده من موديفاي واجي اقول له هنا اس بي لاين واروح جاي قايل له هنا كده ايه؟ اوت لاين. اوت لاين. وادي له سيكنس. ماشي. بعد ما تدي له سيكنس خلاص الموضوع انتهى. حضرتك هتروح انت جاي اعمل هنا اكسترود اهو واروح جاي رفعه. طب بعد ما ارفعه اروح جاي مديله هنا درجه اللون الاخضر. طب اروح جاي هنا عامل ايه يا رماز؟ اروح جاي هنا كده بسناب واروح واخد صاحبتنا دي كده من هنا شيفت واطلع كده. طب مالها دي؟ حد لها تحليله بسيطه قوي
اللي هي حد لها هنا درجه لون الاير جراي، وهمسك الاثنين دول كده رماز اهم، معايا رماز صح؟ شفت؟ واخد دي كده اهي، قررهم واقول له انا عايز منها كذا نسخه. ثم همسك بقى الاجزاء دي، اطفي السناب اللي هي دي، واجي هنا كنترول وامسك دي، هما ثلاثه بس، في واحده زياده، اروح جاي هنا كده واخد دي كده هنا باللون الابيض، في هنا من فوق زياده اشيلها اهي. الله ده الشكل اتكون، شكل اتكون، بس انا عندي مشكله وانا قاصد ان انا اعملها يعني. اولا احنا اتفقنا الشكل عندك انت هتشتغلي جوه صح؟ بس المكان ضيق وقصير، طب انا هعمل ايه؟ الاول بس تعال نعمل سقف وارضيه، يعني هاجي هنا كده بوكس او بلين عادي خالص في سناب، وهاجي اخد هنا فيرتكس فقط اهي كده، وهاجي اخلي التخانه اي رقم غير زيرو، وهخليها برضك درجه لونها ابيض، وهاجي اخد السقف ده من غير سناب كده، واجي اقول له هنا شيفت، واروح جاي نازل دي على الاخر. طب وليه السقف الحاجه الوحيده اللي عملناها بوكس مش ممكن مش بلين مش عادي جدا؟ لا اصلا مش لاين. لا ما هينفع ايه؟ هينفع لاين ازاي؟ ملهاش اكسترود مثلا وبعدين نصغره تاني نعمله زيرو او واحد؟ طب وانا ايه اللي يعذبني؟ عشان حوار الفيرتكس وكده. ما انت كده كده هتعملي اكسترود. بص همسك كل دول كده. طب الله بس ده قصير، بص مش ده الكادر بتاعك اهو. انا عملت مشكله عشان اقول لك لو حبيت تتصرف هتعرف ده هي ايه. هتروح انت جاي كده هنا من موديفاي، بس ده مش حل، ده مجرد انقاذ موقف. اديت هنا فيرتكس، واجي هنا من جوه اديت ماش، وطالع دي. بص انت كده بقيت فين؟ انا جوه يعني. بس جوه اسود. حل ده بتاع الكاميرا. اللون اسود، هعمل ايه؟ ممكن هنا كده بالظبط، هروح بس هي متشاله، بس لازم تعملي ريفرشمنت ليها، يعني خليها هاي كواليتي كده، وارجع تاني اشيل من هنا الشادوز اهي، واجي اقول له لو سمحت خلي لي اللايت الطبيعي بتاعي. خلاص الموضوع خلص، انا بقيت كده جوه وبقيت شايف الايه الكورنرز اليمين والشمال وتحت وفوق والارض. حتى الارضيه برضك هتبقى عندك عباره عن زي الشباك، يعني هاجي اخد مثلا من هنا ريكتانجل اهو، واروح جاي هنا واخد سيركل اهي بالسناب اللي هي اني سناب، اروح جاي واخد هنا 2 دي، واروح جاي واخد هنا فيرتكس، بس هاخد معاه ميد بوينت. ميد بوينت عشان القط من هنا طه واخد لحد كده. هو احنا عملنا ايه عشان يبقى بوزيشن البرسبكتيف عامل كده؟ عملت اديت مش ده بالقط. انت رحت فين؟ نعم انت كنت فين؟ انا كنت موجوده بس علقت كده. طيب هاجي بس هقول لك، اروح جاي واخد الاثنين دول كده دي، واجي هنا فيرتكس، واروح جاي ماسك البوينت دي كده واللي معاه ادنى من الويل اهو، وهاجي بعد كده الكورنر بوينت ده ممكن اروح اعمله هنا تشامفر اهو اشطفه، وخلي بالك هو اللي موجود تحت هو اللي موجود فوق الجبسن بورد. هاجي اعمل هنا كده اكسترود اهو، اي رقم غير اثنين او زيرو او اي رقم غير الارض. ثم بعد كده ده اللي انا عملته، جيت بالاوربت اهو. هديك بتسأل او ياسمين؟ انا ياسر. يسرى، بص يسرى هروح واخد اللي تحت ده وراح طالع بيه، ده الجبسون بورد اللي هيبقى فيه اللايت. ماشي. انا قصدي بوزيشن ان انا اشتغل وانا شايفه ده في البرسبكتيف، ما كنتش عارفه اظبطه. لا اللي هي حاجات الشادو تقريبا، ولا لما عملنا اديت مش وكبرنا مش عارف، بس هي بص انا جيت هنا للشادو شلته اللي هو ده، ولو كان هو كده رحت مرجعها هاي كواليتي ورحت راجعها التظبيطه بتاعتها. لو هو ضيق او المكان ضيق وانا قصدت اعمل المشكله دي، مسكت الكل ورحت عامل هنا اديت مش فيرتكس ورحت ماسك الكوينت. طبعا ليها حل في الكاميرا عندنا حاجه اسمها كليبنج، بس دي احنا ما خدناش كاميرا. تمام. اعتقد كده كله اتحل صح؟ هو نرجع نعمل الجزء اللي في السقف ده تاني نزود السونك بتاعه؟ لا مش هنحتاج، يعني ان كان في الصوره محتاج يعني تمام، مش محتاج خالص. يعني هي الصوره تمام. يعني لا مش محتاج، مش باين. ما فاضلش الا دي. طب دي سهله؟ هي دي مستطيل عادي ونعمل له. طب الشيلفز دي عاملها ازاي؟ زي الهاف سيركل اللي عملناها. يعني بزبط. ممكن بوكس عادي ونعمل له، يعني ان هو نكرره شيفت ونسحب يعني. ممكن بالبروبوليون صح؟ نعم. بروبوليون نفرغه بالبروبوليون. صعب قوي البروبوليون. لا اصل لازم من ناحيتين، فتضطري تحطي ظهر تاني. اعمل ايه بقى؟
ليه؟ مع البروبوليو لو شلناه يعني يديدي اديناه لبره شوية هيعمل صح؟ دوني عايزين كده من موديفاي واجي اقول مش بالسهولة دي. اجي سبلاين سيجمنت اروح جاي مطير النص عشان كانت ياسمين بتسأل. هنزود سيجمنتس في التانية وهاجي اقول لك هاجي هنا فيرتكس بس وراح جاي واخد من هنا لاين اهو. هتلاقي في عندك امر هنا اسمه كريت لاين والقط من هنا لحد هنا ومن هنا لحد هنا والحته اللي هي الحاجه اللي بتضايقنا اللي هي فيرتكس وال. طيب ما انساش اللي هي ايه؟ اللي هي بتاعت الكيرف اللي هي الضبط. اوكي طب ثم المفروض ده الارفف بقى. لا هو فين الثيكنس اصلا؟ هنا هو الريمبل الريكتانجلر اهو وادي الثيكنس اهو شايفها؟ اللي بيفرق حاجه عن حاجه انها تخليها مفرغه او لا؟ طبعا. بص انت انت بتروحي تخليها هنا لما تيجي تعملي هنا شيفت سكيل او لما تيجي تكرريها عمرها ما هتظبط معاكي نفس الثيكنس ده. انا جاي واخد من هنا اللاين اهو ثم اجي هنا هيراركي افكت بيفوت واروح جاي واخد من هنا البيفوت اهو واروح جاي واخد الشكل ده كده اهو ثم اجي اقفل ثم اجي هنا بعد كده بروتيت. تنسيته صح؟ لا فاكرين. اخد دي ممكن اخدها الاول روتيت فوق ثم اجي ريماز هنا وطاها اروح جاي هنا كده ايه شيفت واروح ساحب واقول له الاعاده اللي انت عايزها. عايز اعملها اتاتش يبقى من نفس الكتله براحتي، عايز تخليها كده عشان تدي لون ولون زي ما انت عايز. فاهمني؟ فنان والله. الله يكرمك. كلفتك قد ايه بقى؟ لا كتير. لا كلفتك قد ايه؟ لا زيرو. زيرو خالص. وهو ده التارجت بتاعنا. ممكن اريح دماغي واروح جاي ماسك دي كده اقول له لو سمحت روح اعملي اتاتش لبيت اصحابنا اهي اروح واخد دي كده شيفت واروح واخد دي. يبقى انا رحت زودت سيكنس مع بعضهم، قللت تخانه مع بعض وخلاص الموضوع انتهى. وصلت؟ انا ممكن كنت اعملهم عادي بس كان حوارات بقى يعني. طبعا.